في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عما يتساءلون مع أحمد عبدون. احنا استثنائيا متواجدين مع حضراتكم من السبت للأربع، بكرة إن شاء الله حلقة نهاية الأسبوع، ومشروع مقدم للبرلمان بخصوص إن أي أب أو أم إذا ضربوا ولادهم ضرب مبرح ممكن يتحبسوا. هل ده تقليد للغرب؟ هل احنا فعلا بعد كده ممكن نسمع ان لو اب وام بيأدبوا ولادهم بطريقتهم ممكن يتم الاتصال ببوليس النجده ويتم في النهايه معاقبه الاباء والامهات نتيجه الضرب المبرح تجاه الابناء؟ بكره ان شاء الله مقدم هذا المشروع المحامي احمد مهران مع الدكتوره ميسون الفيوني، واولى حلقات الاسبوع القادم يوم السبت اللي جاي. هنتكلم هنا على اليوم العالمي للعزاب. اليوم العالمي للعزاب ايجابيات وسلبيات، البعض بيشوف ان اليوم العالمي للعزاب دي مجموعه من الناس المجتهدين الطموحين اللي عندهم امال وطموحاتهم بعيد عن الجواز والانجاب، دول شايفين حياتهم وسعداء. على الجانب الاخر بيقول لك لا، دول 14 مليون واحد عازب في مصر، معناه ان عندهم مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه، ايجابيات وسلبيات. وزي ما بيقولوا كده الاحتفال العالمي للعزاب كان 11/11، بنتكلم عنه يوم السبت اللي جاي. مش مهم مين بيبدا الموضوع، المهم في النهايه ان احنا كلنا كاعلام بنركز ونسلط الضوء على القضيه بعينها. كتير جدا بيقولوا لي ما تنوهش على الموضوعات اللي بتتكلم فيها، وده حصل لي كتير، زي الصداقه بعد الطلاق، زي النقاب، زي صله الارحام وعقوق الابناء، ولكن في النهايه مش مهم عامه يتساءلون هو اللي بيبدا، هو المهم او حتى بننوه، هو في النهايه المهم ان الاعلام كله بيسلط ضوء على قضيه بعينها. يسعدني يكون موجود معايا ومع حضراتكم ثقيفة العصر، أستاذة الشريعة الإسلامية، أستاذة الأحوال الشخصية، دكتورة ملك يوسف زرار. منوري كالعادة دكتورة ملك. الله يبارك فيك وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة بالصحة والسلامة. احنا النهاردة زي ما احنا متعودين بقالنا الثلاث أسابيع وزي ما بننوه كل يوم، النهاردة بنتكلم عن عقوق الأبناء مع الدكتورة ملك يوسف زرار. بس اسمحوا لي في البداية إن أنا أبارك لأمير الغناء العربي الفنان المحترم الفنان الجميل هاني شاكر لخطوبة ابنه شريف. شريف ده ابننا كلنا. هاني شاكر من الفنانين المحترمين اللي دايما لما بيتواجد في اي مكان بيكون هو وزوجته، دايما بشعر ان هم نموذج. جيت نشوف الصوره مع بعض يا جماعه، صوره شريف وخطيبته، دايما ان هم نموذج كانهم بعاد كل البعد عن الصوره اللي موجوده في اذهاننا ان هم من الوسط الفني او من عالم الفن. فببارك مره ثانيه لهاني شاكر، ببارك مره ثانيه لشريف، بتمنى له كل التوفيق، وبتمنى ان شاء الله نفرح بالذريه الصالحه وربنا يوفقهم ويقدرهم على رعايه ولاد شريف واحفادهم كمان من دينا الله يرحمها. دي نقطه. النقطه الثانيه، كل الشكر للفنان هاني شاكر على صموده امام الهوجه الشرسه تجاه المهرجانات واغاني الشعبيات، ما يقال ان هو ده الذوق المصري وهو ده الناس عايزه كده، وان في النهايه عندهم 11 مليون مستمع ومشاهد، وبيقارن بينهم وبين احمد عدويه، وصل بصديق العزيز طارق الشناوي بيقارنهم بالفنان محمد عبد الوهاب، وبيقول ان هو كان محمد عبد الوهاب كان له بعض الاغنيات زي تعالى لعبني مش عارف ايه ووقت الشينه. فيعني عبد الوهاب الله يرحمه لو كان عايش كان مات لوحده يعني. فارجوكم كل الشكر مره ثانيه، ويا ريت الدوله تساند هاني شاكر، يا ريت احنا كمان كمشجعين ومستمعين ومصريين ووطنيين يساندوا النقيب هاني شاكر واشرف زكي في منع هذه المهزله. وزي ما قالوا بالامس دي مؤامره، زي ما الرئيس السيسي بيقول احنا نحارب من كل الجهات، ناحيه سياسيه واقتصاديه وثقافيه وفنيه، فيت كلنا نصمد امام هذه الهجمه الشرسه، نحن نستحق افضل من ذلك. كلنا معاك يا استاذ هاني يا شاكر. دكتوره ملك يوسف زرار، هنشوف سريعا بعض المواقع اللي حصلت في الحلقه اللي فاتت، ولو تحب تعلقي عليها تعلق عليها سريعا. حلقه الدكتور حذيفه المصير كانت معانا اول امبارح، وكان بيتكلم على ان الازهر بدا الان يقوم بنشر الدعوه بشكل مختلف عن زمان، انه يبعت الدعاء والوعاظ للقهاوي. وشفنا فيديوهات الناس قاعده بتشيش، حاطه رجل على رجل وقدامها فنجان القهوه والواعظ واقف قدامه بيعظه. كان في ردود افعال قويه جدا لهذه الحلقه، هنشوف سريعا. بدانا باستاذ عقيده رافضا نزول الدعاء للمقاهي للوعظ مكان لشرب الشيشه ولعب الدومينو. من وجهه نظر دكتور حذيفه هنا بيقول
اعرف دكتور مصير عن رفضه لنزول الدعاء للمقاهي لوعظ الناس، واضاف خلال حواره مع عماد السالون ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيمشي في الاسواق من باب النصح لكون ولي الامر، حتى لو كان احد اصحابه يسير في الاسواق وكان على اساس انه شخصيه معروفه والناس بيتبعوه لمكانته في المجتمع، ولا يصح ان تقاس هديها على تلك. وبعدين عندي البحوث الاسلاميه رد عليه بقى المسؤول عن نزول الوعاظ للقهاوي، قال ان النبي كان بينزل الاسواق للدعوه الى الله. ده الدكتور محمد سيد الورداني المنسق الاعلامي لمجمع البحوث الاسلاميه، قال ان الوعظ الديني لا يقتصر على دروس العلم في المساجد، موضحا ان طبيعه العمل الوعظي انه عمل ميداني ينتشر باماكن تواجد الناس. وبرده هنا كذا منشط نفس المعنى، كان النبي بينزل الاسواق، والبحوث الاسلاميه ينسق مع اصحاب المقاهي والكافيهات لوعظ الزبائن. وقال الدكتور محمد الورداني خلال مداخله هاتفيه مع الال تي سي انهم كثيرا ما يستمعون لبعض النداءات عن دور الازهر في وعظ المواطنين بالشوارع، معقبا كتير جدا بنسمع فين دور الازهر، انه دوره انه يصل للناس ويواجه التطرف والارهاب حتى لو كان في القهاوي. عندي هنا برضو بحوث اسلاميه عن تواجد الوعظ بالمقاهي، الرسول كان بيدعو الناس. ودكتور مصير في النهايه احمد حماده كتب بيقول الوعظ على المقاهي يضيع هيبه الازهريين، وقال انتشار الوعظ عبر المقاهي في جميع انحاء الجمهوريه ده اللي قاله الدكتور مصير امرا غير صحيح، لا سيما ان هذا اولا يقلل من هيبه الداعيه، وثانيا انه لا يجوز ان يكون الداعيا يدعو الى دين الله ويقول قال الرسول ويجلسون امامه يخرجون دخان الشيشه من فمهم. واضاف خلال حوار مع ما يتسالون مع الاعلامي احمد عبدون ان اقامه الندوات الدينيه في المدارس والنوادي امر مختلف بل امر محبز وبائس. دكتوره مالك ازرار، ليك تعقيب على النشاط الجديد وفكره ان احنا دايما تقول الازهر فين الازهر فين، ادينا وصلنا للشباب والناس وهي قاعده في القهاوي حتى لو كانوا بيشربوا قلت له حتى بيره او مخدرات، بيقول لك لازم نوصل للمكان اللي فيه الفسق والفجور عشان نصلح احوالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قبل ما ندخل مع أحمد في المحاورة اللي بيبقى دايما هو متفوق فيها، أشكرك، بوجه كلامي إلى الشعب المصري والشعب العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير. وبدأنا شهر ربيع، الشهر الذي بعث فيه سيد الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل ان احنا نحتفل والحلويات وحلاوه المولد كل ده بيدخل السرور في قلب المسلمين وما فيش ابدا اي مشكله، ولكن احنا بنشتري نفسنا عشان ناكل. ايه اللي احنا بنقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر؟ هذكركم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشكوى الوحيده اللي اشتكاها الى الله سبحانه وتعالى ورفعت وكتبت الى ان مرض الحوض ومنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، لا اقل، والهجر اما هجر سلبي واما هجر ايجابي، المهم اننا فعلا هجرنا القران الكريم، فلا اقل من اننا نتقرب الى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرا القران ونتقرب اليه في هذا الشهر الفضيل ونقدمها هديه لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط المسلمين ولكن القران بيحيي كل الانبياء ورسائلهم، سيدنا موسى كلم الله، سيدنا عيسى روح الله، وسيدنا نوح وسيدنا ابراهيم خليل الله، فالقران هو يجمع بين كل الانبياء والمرسلين، ونكون بهذا الشكل نفهم معنى الاسلام الذي غفلنا عنه، وهذا ما ساوجهه الان الى احمد عبدون. الاسلام لا العلم لا ياتي وانما يؤتى اليه. يعني لازم هم اللي يتواصلوا مع الانسان لما يكون محتاج، يعني احنا لو قلنا او طبقنا الحكايه دي على المدارس، يعني فالمدرس هيروح للعيال للاولاد على القهاوي لانهم اكثرهم في القهاوي او كذا، يعني لا اقل من ان نحترم الزي
انا بتكلم عن الازهر. انا فعلا مش خريجه ازهر، ولكن درس الشريعه الاسلاميه، ولكن حضرتك برضه يعني غيوره على الزي اللي على الزهر. طبعا ما ينفعش راضي القهوه والكلام. لا 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 يصح اطلاقا، لان اللي بيلعب دومينو ده الكر كر طق والحاجات اللي هم بيعملوها دي والقهوه وكر كر كر ولا ايوه سكر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انتوا منعتونا من اننا نعمل ندوات في النوادي. ده هو موجودين جاهزه نروح مع بعض. او انا اخدت موافقه اهو خلاص على النوادي. انا جاهزه. طيب. ولا بناخد فلوس ولا بندور على فلوس ولا بندور على مراكز ولا اي حاجه. يعني يبقى اذا انا بستحلف شيخ الازهر امنع فورا هذا الغراق فلان يؤتى اليه ولا نذهب وسط هذه الشيشه واللي قاعدين واللي يرتفع صدر. هيسمع ايه؟ هيسمع صوت الاغاني اي كلام؟ بس يعني لما جات لنا تليفونات كتيره وبعض المسؤولين عن النشاط ده قالوا لنا، قالوا ان في كتير من الشباب استمع وربنا هداهم وبطلوا يروحوا القهاوي بعد كده، وان انت تروح توصل لهم لغايه مكانهم هو ده المطلوب، لان هو لو مش عايز لا انت ممكن توصل لهم مش ضروري في القهوه. يعني القهوة خصوصا بعض القهاوي، انا مش بعمم لكن كثير من القهاوي واخد بالك اللي بيبقوا موجودين ما بيبقوا مش عاديين. يعني لو في تناول مخدرات او منكر او كده ده مش يعني يا جماعة يا جماعة الازهر قمة كبيرة. طيب الرساله وصلت خلاص. طب ناخد بس ثانيه قبل ما ندخل في موضوعنا النهارده، ما قاله ايضا الدكتور سلام عبد الجليل، وانا بتكلم هنا الدكتوره ملك يوسف زرار استاذه الشريعه الاسلاميه وايضا احوال شخصيه، بنتكلم على المطلقه اذا طلبت الطلاق، دي بعض المواقع اخدتها هنشوفها مع بعض على الشاشه، اذا طلبت الطلاق من الزوج نتيجه لعدم انجابه، لعدم قدرته على الانجاب، فهي لابد ان تتنازل عن كل حقوقها. من منطلق ان الناس بتتجوز مش عشان تخلف او عشان تنجب، الناس بتتجوز عشان تمارس الشهوه الجنسيه والحياه الجنسيه، فما دام هو قادر على هذه العلاقه فقصوره او عدم قدرته على الانجاب ده ربنا ما رزقوش بيه فما يتعاقبش بيه، وبالتالي الست اذا ارادت انها تتطلق من جوزها عشان ما بيخلفش بالمعنى العام اهو تتنازل عن كل حقوقها. كلمه وجهه نظرك كالناحيه الشرعيه والقانونيه. احنا بنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنتكلم انا بتكلم كمتخصصه، انا محاميه الله وشريعه وقانون وقانون فرنسي وغيره من القوانين. ما تقهمش نفسك، اي حد ما يتكلمش فيما لا يعنيك. يعني ما دام انت مش متخصص او انت مش متخصصه ما تقهميش نفسك. اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تناكحوا تكاثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. فالهدف من الزواج الشهوه تاتي تبعا وليست اصلا، بخلاف ما ذهب اليه بعض الاجيال الاخرى انها لا تتزوج الا اذا كنت تخاف من الشهوه، يعني تخاف انك تقع في كذا. عندنا في الاسلام لا، يعني الزوج هذا كله الانجاب، الاصل الانجاب، الارض الاصل الانجاب، واما الشهوه فهي فطريه لا تحتاج لتاتي طبعا وليس اصلا. اما بالنسبه للمراه التي تطلب الطلاق لعقم زوجها هنتكلم فيها. سيدنا عمر بن الخطاب جاء رجل اليه وقال له يا امير المؤمنين اني خطبتك فلانة من كذا 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 بنت فلان. قال أعلمتهم أنك عقيم؟ قال لا. قال اذهب فأعلمهم وخيرهم. يبقى إذا العقم بيعرف قبل الزواج بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة بيبقى صعب، بالنسبة للرجل بيعرف أنه عقيم لا يولد لمثله. ولذلك فإن النكاح أو العقد الذي قام على كتمان امر مهم جدا جدا يفسد او يبطل العقد.
دي واحدة. طب احنا هنتكلم بقى على فكرة إخفاء مرض زي ده بيبطل ويفسد العقد. معناه إيه؟ معناه إن العلاقة الزوجية دي بتتم شكلية. بس ناخد أول فاصل ثاني في حلقتنا النهاردة وهنتكلم فيها عشان بس نسيبها. ده مهم جدا الموضوع هنتكلم فيه. هنتكلم فيه هنتكلم فيه معايا أستاذة وفاء. أهلا بيكي اتفضلي. أهلا. يا مساء الفل اتفضلي يا أستاذة وفاء. بس حضرتك انا بس اتكلم مع الدكتوره. انا اختي جوزها كان عارف انه عقيم وغشنا واتجوزت وما خلفتش. هل اعلمها قبل الزواج؟ لا. يا استاذ وفاء عرفتي منين انه كان عارف؟ لا من اهله. لا الصوت ممكن توقف في مكان فيه شبكه بس. لا من اهله بطريقه ما. ان هو فعلا ليه سي في قبل كده مرضي وكان بيتعالج قبل الجواز كان عنده مشكله وهم عارفين وخبعني دلوقتي في مشكله واقفين مع بعض على التقاوى عاملين مش هنضيف احنا مش هنديك لا مش هنعمل دلوقتي متجهين للصحيح. اسمعيني كويس ويا ريت اختك تسمعني. هنا المفروض الشكل او القواعد الاساسيه ان قبل الزواج بيحصل فحوص وما بيتمش كتب الكتاب الا اذا جبنا الشهاده المضروبه. ما هي المشكله دلوقتي فعلا يعني مضروبه. لا يا جماعه احنا ما حدش فيه على فكره وانا بعد ما جيت الجواز ما حدش فيه راح عمل يا جماعه ولا ابحاث ولا هذا اللي احنا فيه ده نتيجه افعالنا. يعني اللي احنا فيه نتيجه افعالنا. يعني شوف سيدنا عمر بن الخطاب اعلمتها وجوبا وحتى في الشريعه المسيحيه. دكتور بس الكشوفات فيها حته الانجاب؟ طبعا العقم حاله الحاله الجنسيه. يعني انا اللي اعرفه يبقى في تحليل دم لكن في تحليل سائل منوي؟ طبعا لازم قبل الجواز العريس يروح أيوة. لما تعيش سائل منوي؟ ايوه ايوه ده والعروسه بيتم كشف عليها نسائيا؟ لا لا طب اشمعنى بقى اشمعنى راجل عندها هي مشاكل عندها مشاكل؟ ما هي لما هقول لك حلوه قوي الكلمه دي. المراه الرجل ليس موقوفا على المراه، يعني ليس موقوفا على المراه، يعني الرجل اذا كانت المراه لا تلد وتزوج باخرى. تمام. لكن المراه لما الرجل عقيم هتروح تتجوز واحد تاني؟ لا. اه. يبقى اذا يعني هل دلوقتي القانون يا دكتور بس انا اعرف ليه انا عايز اعرف القانون الراجل بيتم الكشف عليه عشان يشوف بينجب ولا لا والست ممكن عليها تكيس مرايض سنوات مقفوله الامراض اللي هي النسائيه المعروفه اللي بتظهر نتيجه التعليم انسداد في قنوات سنوات غشاء البكاره ما بقدرش اكشف عليها نسائيا. اه دي في منتهى الخطورة. يعني اذا بيطالب الكشف للراجل بس مش على الست. بالنسبة للمرأة بتبقى في تحاليل معينة وهذه التحاليل بتظهر اذا كانت تحمل اي نوع من انواع اللي هي بتضر الزوجة او يعني بتؤثر على طب احنا لسه هنتكلم على فكرة برضه الفساد العقد وبتاخد الأستاذة جليلة ونرجع للدكتورة ملك. اتفضلي معلش الأستاذة جليلة اتفضلي الدكتورة ملك معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل دكتورة ملك. ويا ريت دكتورة ملك تتكلم حضرتك تتكلم في عقوق الوالدين تاني. حاضر. ويا ريت حضرتك كل الواعظ يتكلم في قهوة يتكلم في أي حتة مش مشكلة. الشباب كله قاعد على القهاوي حضرتك مخدرات وبلاوي سودا وما بيشتغلوش. وحضرتك يعني أنا حتى 30 سنة ابني عايزة أجوزه ومش عارفة أشغله في حتة وشركات التوظيف تيجي. يعني حضرتك عايزة تجوزيه وهو ما بيشتغلش؟ لا ما هو مش قادرة أجوزه وهو ما بيشتغلش حضرتك. يعني هو الأهم يا فندم يشتغل قوي بقيت بفكر نجوزه إنما إحنا هو إحنا هنشغله عشان نجوزه؟ لا شركات التوظيف حضرتك بتيجي عشان يقدم وكل حاجة يقدم فيها هنرد عليكم محدش بيرد عليه حضرتك. منظر شركات التوظيف منظر على الفاضي. يا ريت الرئيس السيسي يبص النظره للشباب شويه. والله بص حضرتك انا يعني انا عايز اقول لك على حاجه لان انا يعني انا في مكان في شغل تاني بنبحث عن الشباب مش لاقيين والشباب جاي يعني عايزين 7-8000 جنيه في بدايه التعيين وعايزين مكتب وعايزين تكليف اللي هي سنها كبر في الشغل في الاشغال ويشغلوا الشباب ده حضرتك. لو الشباب عايز يشتغل يا فندم والله هيشتغل. يعني لو انت ابنك عنده 30 سنه خريج ايه يا فندم؟ ابني خريج ايه يا فندم؟ صحاب خريج بكالوريوس سيجاره حضرتك واصحابه مهندسين. تقدير ايه يا فندم؟ مطعم. تقديره ايه؟ اصحابه مهندسين فتحوا مطعم حضرتك. ايه المشكله مش عيب؟ ماشي. تقديره ايه يا فندم؟ ماشي. تقديره ايه؟ تقديره جيد. تجاره تقديره جيد؟ حضرتك مطعم صحابه مهندسين ما شاء الله عليهم فتحوا مطعم المطعم مش شغال حضرتك. ايه المشكله؟ يعني
مش شغال المطعم يا فندم. ده هو في حاجه شغاله في البلد غير المطاعم والكافيهات اللي قاعده تقول الوعظ يعمل على يعني انت دلوقتي مع فكره تواجد الوعاظ حتى في القهاوي حضرتك في اي حته حاضر. في اي حته ده بيتعارض مع فكره دكتوره ملك حضرتك. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه العقوق، عندك حاله بعينها عايزه تتكلمي عنها حضرتك؟ اه طبعا اتفضل. طبعا ما يسمعوش الكلام حضرتك والرد وحاجه يعلم بها ربنا. اللي تقول لك واحده اتكلمت تقول لي ما عنديش مشاكل، دي عايشه في عصر الملك فاروق حضرتك ولا ايه؟ مش عارفه انا. بنتك قالت لك كده؟ لا، الشباب حضرتك كله بيقول لبعض اعمل كذا اعمل كذا في مامتك، اعمل كذا في امك. فاضيين قاعدين على القهوه، يا ريت حضرتك السيسي يشيل الناس الكبار في السن ده من الاشغال ويحط دول مكانهم، لان انا حضرتك زعلان من الوعظ يعني. والله حضرتك اصل انا برجع تاني قوي دكتور ملك، احنا على ارض الواقع وبقابل مهندسين وبيتعرض عليهم حاجات ب 5-6000 جنيه. لا حد عايز يسيب بلده ولا عايز يسيب حضن مراته ولا مش عايزين 5-6، ان شاء الله 1000 جنيه يشتغل حضرتك قاعدين مش لاقيين. طب انا طب هقول لك على حاجه، ابنك يا فندم سيب لنا بس رقم تليفونك وهجيب له شغل ب 2500 جنيه لو راضى يشتغل، يعني هيبقى نعمه للساده المشاهدين. الله ب 1000 حضرتك، الله ب 1000 جنيه. انت اللي بتتكلمي لكن ما قرتيش عليه. يا فندم الشباب اللي عايز يقوم الصبح الساعه 6-7 الصبح علشان يروح مواصلات ويشتغل، حتى لو بكالوريوس ولا يشتغل حضرتك بتقدم في كذا حاجه لغايه ما نلاقي عليكم محدش بيرد. اللي عايز يشتغل بيشتغل. بص يا مدام جليله ما تزعليش مني، اصل انا دي شغلتي، دي شغلتي يا مدام جليله، دي شغلتي وانا بقابل الناس. حضرتك عارفه لما جينا قدمنا على مشروع عايزين نتعلم وقلنا اوائل الثانويه العامه هيشتغلوا شهرين في الشهر 5000 جنيه، اتصلوا بي انا شخصيا. اللي جاي من المنيا يقول لي ايه؟ طب انا عايز شقه قاعد فيها حد من اصحابي، وانا اقعد في القاهره لوحدي؟ تخيلوا يعني انا بوفر 5000 جنيه لخريج ثانويه عامه، بيقول لي انا عايز مكان اجيب فيه واحد صاحبي وانا حاجي لوحدي ومحدش موافق. كانوا كنت انا بتصل بيهم بيكلموني كده بشتغل عندهم ب 1000 جنيه حضرتك. طب انا بشكرك جدا يا فندم، وزي ما قلت لك سيبيني بياناتك وانا يعني على ارض الواقع انا والدكتوره ملكه شايفين ده. طب امتى بقى يكون العقد باطل او فاسد لو انكر يعني حقيقه مرض؟ في كافه الاديان السماويه الثلاث و كافة القوانين الحضارية سواء في أمريكا سواء في فرنسا، أي كتمان لبيان من البيانات التي تؤثر على العلاقة الزوجية كتمانها يعتبر باطل. بمعنى دلوقتي حاجة زي العقد من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. الراجل إذا كان عقيم من أخطر ما يكون. ليه؟ لأن زي ما قلت أن الرجل يعني المرأة ليست الرجل ليس موقوفا على المرأة. حقيقي ربنا ممكن يتعالج، ممكن يروح في فرق بين العقم وبين عدم يعني ضعف الخصوبة، فرق كبير. أما يكون أقول عقم يبقى العقم الذي لا يولد لمثله، بمعنى أن الحيوانات المنوية منتهية أو شبه منتهية، أو أنه عنده أي مرض آخر يبلغها، على الأقل يبلغها ويخيرها. لازم لازم يكون ده. فإذا تم النكاح وتم في حتى في أي مكان في الجامع في كذا يعتبر باطل بطلان مطلق. طب باطل ويترتب عليه ويترتب عليه وفقا لأحكام القانون أن تعوض المرأة وتطالب بإيه؟ بتعويضها عن هذا الخداع لأنه غش. الخشاع هنتكلم بقى حكمت بذلك محكمة النقد المصرية وحكمت بذلك محكمة النقد الفرنسية، بس احنا لا بنفهم. طب معايا استاذة خديجة من الجزائر وهرجع بعد. طب اذا كانت هي عارفة ان عنده مشكلة في الانجاب هل لما تيجي تطلع لا تعلم بس. طب نروح بس خديجة من الجزائر. خديجة من الجزائر اهلا بيك يا استاذة اتفضلي. وبعتذر طلبت عليك. وعليكم السلام وبركاته. اهلا بيك اتفضلي. كل عام وانتم بخير. وعليك طيبة بالصحة والسلامة. وتحياتي الخاصه الام الكريمه والعظيمه والرائعه الدكتوره ملكه. ربنا يخليكي. ازيك يا حبيبه قلبي؟ كل سنه وانت طيبه. الله يسلمك. انا عايز اطلب من الدكتوره ملكه قبل ان اقول لها قصه وقيه حدثنا عندنا في الجزائر. تفضل. اريد منك يا دكتوره ملكه ان تنصحي الاباء والامهات عندما يكون عندهم اولاد او بنات عاقين ان يدعوا لاولادهم بالهدايه ولا يدعوا عليهم. نعم ان شاء الله. يعني الدعاء بتطلب الدعاء.
ايوه. طب هو عندكم في الجزائر برضو مشكله في عقوق الابناء زي عندنا؟ يعني هل المساله دي بقت سمه من سمات المجتمع العربي؟ نعم برضو. والله يا استاذ احمد عقوق الوالدين من اخطر الامراض، وظاهره منتشره كثيرا في الوطن العربي وخاصه عندنا في الجزائر. طب ليه منتشر عندكم في الجزائر؟ يا استاذ احمد يعني في رجل عنده 10 اولاد بنات وبنين ورموه في الشارع، والله العظيم يا استاذ احمد الاب يبكي بكاء شديدا، وسالته المذيعه لو مثلا ابنائك واولادك يطلبون السماح هل تسامحهم؟ قال لهم نعم، ومع ذلك الاولاد والابناء كلهم يعني عاقين، وحتى امهم يعني زوجة الاب يعني العشرة بمراته رموه في الشارع؟ نعم 10 البنات والبنين. طب هو السؤال الاخير ليك، يعني بما ان حضرتك من الجزائر عايز اعرف ايه سبب انتشار العقوق ده عندك في المجتمع الجزائري؟ يعني ربما يكون في اسباب مش عندنا، ايه السبب؟ ليه بقى منتشر عندكم؟ اولا الاباء والامهات هم يتحملوا المسؤوليه لانهم لم يعلموهم منذ الصغر ثقافه البر. تمام. وايضا يدلعونهم، فاذا عندهم الابن الوحيد يدلعوهم الدلع يعني استاذ احمد، التدليل الزياده وعدم يعني تعوده على تحمل المسؤوليه. نعم انا بشكرك جدا الى بشكرك على العالم واخد بالك. بعدين وكما نقول ان العقوق ليس وقفا على الوالدين، ولكن ام الزوج الحق كمان الحمل لا يجوز عقد يعني عقوقها. هقول لك حاجة، في امرأة يعني أنا ما كنتش عايزة أقول القصة دي، لكن هي مش قصة ده واقع. امرأة توفى يعني زوجت أولادها وكانوا صبيان وما إلى ذلك، وبعدين ماتوا كلهم في حياتها. كلهم ماتوا في حياتها. تقريبا 3 أو 4 الأولاد ماتوا. وكان في واحد اللي هو تزوج وسكن قصاد أمه. وكان مخلف ولاد يعني ليها أحفاد. مراته بعد وفاته منعت الجده انها تشوف ولا الولاد يروحوا عندها. ليه يا دكتور؟ ايا ما كانت الاسباب، ايا ما كانت الاسباب، دي امراه مات قرعه عينها. ايا ما كانت الاسباب. ف وبعد سنه او بعد سنين يعني سنتين او ثلاثه هذه الجده ماتت، لان كان زوجها توفي بعد وفاه اولاده. ماتت ولم يعلم احد بوفاتها حتى بدات الرائحه، كانت بتقع اتوبيس من الشباك على احفادها ممنوعين انهم، فهي لما تتنبه لانها بتبص بتسترق النظر تروح قافله الستاره او قافله الشيش. هذا يعني هذه جريمه متكامله، جريمه بشعة. ايه تقولي دي حماتي؟ هي اشد عند الله من امك. ليه؟ لان امك بتحبك لانها والدتك، لكن دي قدمت لك اغلى ما عندها قرة عينها، وهو انها تحميها من اولاده الى ان من احفادها الى ان تموت هذه كندا في بيتها ولا يعلم بها احد. يعني اذا دكتوره ماركه شايفه كمان ان مش بس صله ارحام وعقوق الابناء تجاه الام والاب، كمان هنتحاسب على حماتنا يعني وحمانا وكده على الاخوات كمان. طب انا هناخد فاصل اعلاني قصير، هنرجع بعد الفاصل عشان نستمع الى اوجاعكم ومشاكلكم وارهاقكم من ابنائكم، وكمان هنتكلم على المطلق. نتكلم كمان على اذا كان الزوج مبلغ الزوجه انه عنده مشكله في عدم قدرته على الانجاب وحابه تتطلق بتدل لو حابه تتطلق بعد كده، هل فعلا مجبره تتنازل عن الحقوق دي؟ بعد الفاصل الاعلاني فابقوا معنا حتى النهايه. حلقة بداية الأسبوع القادم هو الاحتفال السنوي اللي تم في 11/11 بيوم العزاب، في 14 مليون عازب رجل وامرأة، هنتكلم فيها يوم السبت اللي جاي بالتفصيل. وبكرة إن شاء الله حلقة نهاية الأسبوع مع مشروع قانون مقدم من قبل الأستاذ أحمد مهران، لو أب أو أم ضرب ولاده ضرب مبرح يتسجنوا ويتحبسوا. دكتورة كأم وكأستاذة شريعة وأستاذة أحوال شخصية، شايفة ده
بيظبط المسائل شويه ولا بينقلنا للمجتمع الغربي؟ انا عندي شريعه اسلاميه وعندي القانون. المفروض ان لا يتعارض بين الشريعه وبين القانون. من هنقضي حق تاديب اولاده الى ان يصل الى سن البلوغ وبعد كده تاديبه وضربه ازاي؟ انا عايزه اعرف ما معنى المبرح؟ يعني اكسر له دراع. الى الان لم تتفق على معنى الضرب المبرح رغم ان الشريعه الاسلاميه بينته اللي هو كسر عضو من الاعضاء تشويه لا نزيف دم تخلف نزيف تخلف ده انا بتكلم عن المراه. الرجل الذي يضرب امراته ضربا مبرحا واخد بالك بيعاقب، واخد بالك اذا جرحها اذا الاب عمل ده مع ابنه من ابن بيخضع للمسؤوليه وممكن جدا جدا تكون جنحه. ولكن هل تعلم من السبب الذي دفع الاب الى ان يفعل ذلك؟ ممكن يكون دخل عليه لقى بيشرب مخدرات، ممكن يكون جدا تلاقاه في وضع او بيعتدي على اخته او 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 او, أو. فاذا يعني هيك اذا ضد القانون ده؟ لا طبعا ضد. يعني بتوافقين ان في ضرب مبرح ولكن ضد القانون؟ المسؤوليه بتقع على الام والاب ليس فقط في حكايه الضرب ولكن مسؤوليه شرعيه وقانونيه. جنحه يتحبسوا؟ جنحه توصل لجنحه يعني الاب يتحبس لو ضرب ابنه؟ الجنحه جنحه. طب معايا هبه وبعديها استاذ كمال. انا بيك يا استاذ هبه واستاذ كمال انت بعديها على طول اتفضلي. عايزين نعرف يعني ايه برضو عقد فاسد اذا الراجل اخفى عيب من عيوب خاصه بيه او هي كمان او باطل. طب استاذه هبه استاذ كمال كمال انا بيك اتفضل استاذ كمال اتفضل. السلام عليكم يا دكتور احمد. يا اهلا بيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور احمد اتفضل. ارجوك ما تكسرش علي اعمل معروف. انا معي ولدي ضربني عشان خاطر اخته 30 سنه وصدقت مجالها واحد ياخدها عشان في الستر وهو معاه فلوس وانا محتاج لها يعني عايز لها ملابس داخليه وعمايات. هو حضرتك عايز مساعده ماديه يعني؟ نعم. وحضرتك اتصلت بيا في حق الدكتور ايمن نصير ودفعت لك مبلغ؟ عايز لها ب 2000 جنيه ولا 1000 ونص ملابس داخليه. جميل. عايزه ملابس داخليه ب 2000 جنيه دي عروسه يعني؟ عروسه بقى هتخش وانا ما معيش اقسم بالله ومني الربع. طب انا بشكرك جدا سيب لي رقم تليفونك وانا برضو بطلب ارجوكم من الناس اللي هي بتتجوز واللي بتخلي امها تكتب على نفسها وصل امانه ونرجع بقى نقول غارمات والاب يروح يستلف ويتاجر في المخدرات عشان يجوز ابنه يجيب طقم حلل ب 10000 جنيه ويجيب ملابس داخليه. ما بيستعملش. لو ملابس داخليه هتستعمل بس برضه مش ب 1500. لما حضرتك مش قادر على قد حالك مد رجليك ليه انا اجيب ملابس داخليه لواحده ب 1500؟ عشان كده ويورني. معقول فعلا كده؟ اه والله. يعني طب هل يعني انا مش لا يجوز ابدا يعني انا مش عايز يتقال ايه بقى؟ عارف احنا النقاد ده يتقال كده؟ وان احمد عبدو من خلال هذا البرنامج حض الناس على عدم التبرع لملابس الداخليه ب 1500 2000. بس انا بقول في ناس مش لاقيه تاكل وفي ناس عندها محتاجه دواء وفي ناس عندها سرطان وفي ناس عندها فشل كلوي وعندها بلاوي ف وعلى فكره في اماكن دلوقتي ان الحاجات مش مستهلكه وبتقضي الغرض ومش بيعيدوا تدويرها يعني غسلها وتنظيفها وكويها ومش لازم ادخل يعني جوازي بملابس داخليه ب 2500 2000. حرام يعني. ما هناكل ونشرب منين؟ وهنجيب الاجهزه الكهربائيه منين؟ معايا استاذ كمال؟ طيب طبعا انا مش بمنع لو حد عايز يتبرع لحضرتك ما اعرفش وقال لي اخته تقريبا او بنته بالمبلغ ده. ممكن لو حد عنده حاجه حتى جاهزه ليه وما بيستعملهاش او لما يتم استعمالها ممكن يتواصل معانا ويتواصل مع الضيف الكريم استاذ كمال. قلت لي الباطل يعني لو راجل ما بيخلفش وانكر هذا العيب مش انكر يعني كتم يعني يعني تماما عن هذا العيب اخفيه يعني يعني ممكن يكون انكر يعني يتسال انت عملت التحقيق انا زي الفل يا حمايه ممكن يكون يتسال فانكر او يعني اخفى في الحالتين دول العقد بيكون باطل باطل. طب معايا لان قام على الغش والخداع في عندنا غش وفي كمان تدليس غش وتدليس هنتكلم في التفصيل ده. بس تاخد سريعا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ انا عايزك تسمعني كويس والنبي. بخصوص ايه؟ الو ايوه يا فندم. بخصوص ايه يا فندم؟ اتفضل. انا عايزك تسمعني كويس والنبي يا استاذ.
بس بدون تجاوز مع انا اي حد يعني. لا لا ابدا، احنا ناس محترمه عمرنا ما نتجوز على حد. كلكم محترمين. اتفضل. دلوقتي يا دكتور، انا والدي ووالدته ظالميني ظلم ما حصلش في تاريخ البشريه. ليه؟ يعني واقف من منى الام. ايوه ظالمينك ليه؟ ابويا كاتب، جدي ابو ابويا كاتب لثلاثه اخواتي من الاب ارض غاليه جدا. غاليه في منى الام، حمام مستشفى منى الام. ايوه. ووالدتي نفس النظام اتنازلت لعيالها بيع وشراء، وانا مش عارف اعمل ايه وتايه. يعني ايه ام اتنازلت لعيالها وانت مش اخوهم شقيق؟ عامل اي حاجه حضرتك مش اخوهم شقيق يعني؟ انت مش شقيق؟ انا ايه؟ انت مش شقيق؟ مش شقيقهم؟ لا مش شقيقهم. طب ما تقول لي كده يعني، ما تقول لي انا ليا اخوات من الشقق، ابويا فضلهم عليا وامك كمان فضلتهم عليك، صح؟ ايوه. ما انا والدتي جابتني وقعدت مع ستي، تربيت مع ستي وما شفتهمش الا بعد 25 سنه. امي كانت في الخارج وابويا كان في منيا القمح، انا بعيد عنهم. انا وابويا جدي مديني شقه هناك، بس مش كاتبها لي، مديها لي، لكن الارض والعماره اللي هي في اللي هي قدام مستشفى منيا القمح ده انا مش واخد منها اي حاجه. حضرتك دلوقتي والدتك يعني هي نفسها استغفرت فيك؟ يا استاذ احمد تايه، ربنا اللي عالم بيا يا دكتوره، وضعي لي حل عشان انا متدمر دلوقتي. انت ابن يعني والدتك ووالدك، انت ابنهم ولا مثلا ابوك كان متجوز واحده وخلفك انت؟ يا استاذه والنبي اوقف المكالمه دي تقطع عشان اعرف. مش هقطع، بس انت اشرح لي موضوعك سريعا. حضرتك هي بتقول لك انت يعني ابن واحده تانية ولا دي امك اللي مخلفاك؟ الوالد كاتب لاخواتي انا قاعد بالايجار، ووالدي عنده يعني املاك بما فيه الكفايه واراضي. خط قطع، هو الخط اللي قطع. بس انا برضو برجع تاني اقول يعني يا ريت يا جماعه اللي بيحكي الموضوع يحكيه بتفاصيله. استاذ بليجي اتفضل. استاذ بليجي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ يا اهلا بيك يا استاذ بليجي. منوره الدنيا يا دكتوره ملكه. ربنا يخليك يا استاذ بليجي. وربنا يخليك لينا يا رب وما يحرمنا من حضرتك. ربنا يخليك يا رب. اتفضل. بمناسبه الجهاز العروسين المبالغ فيه. ايوه. انا اقول لك على حاجه واقعيه. انا جهزت بنتي واتجوزت، اقسم بالله اللي اقول لك ده حصل. متجوزه من 2009. تمام. قسما بالله العلي العظيم، عندها ملابس ما اتلبست لغايه دلوقتي، عندها اطقم سراير ما اتفرشت لغايه دلوقتي. فانا بقول يا جماعه هونوا عليكم، احنا بنعمل ده يا استاذ احمد. انا بكلمك بمنتهى الصراحه. والله ما يحب المسرفين. والله ده صرف. يا دكتور، طب ما عندكش النيش؟ ما جبتهاش النيش اللي فيه كاسات اللي ما بتطلعش من النيش ده دلوقتي؟ النيش مليان على الاخر، البوفيه. احنا بنعمل الكلام ده على حقيقه يا استاذ احمد. استاذ مليجي، عارف يا دكتوره ملكه؟ ايوه. عشان لما يجوا الناس يصبحوا عليها الصبح. أيوة. يوم يفتحوا النيش، الله اكبر، يفتحوا الدولاب ما يلاقوش فيه المكان، متستف على الاخر. أيوة. والله في حاجات لم تستعمل الى الان. الان. فانا بقول بدل ما نجيب ب 1500 ما نجيب ب 500 ونسيب. والله الناس لا بيعجبها الكلام في حياتي. والسعاده والنجاح في العلاقه الزوجيه لا ب 1500 ولا ب 2000. بشكرك جدا معايا ام فارس. اتفضلي يا ام فارس. ازيك يا استاذ احمد؟ يا اهلا بيك. اتفضلي. ازيك يا دكتوره ملك؟ ازيك يا ام فارس، وحشتيني. استنى كل ثلاثه عارفين كل يوم بتصل باستاذ احمد يعني. يا رب. انا سعيد جدا. اتفضلي يا ام فارس. دلوقتي بالنسبه للموضوع معرفه العقم يعني عند الزوج، انا بقول يعني يا استاذ احمد يعني الموضوع مش مستاهل للقانون، لان اصلا موضوع العقم ده يعني عاد بحلول دلوقتي. حتى لو هي عرفت الموضوع ده عاد محلول يعني، الموضوع ده الطب نجح اللي هو يحل المشكله. بس مش عند الناس كلها، خلي بالك ده مذكور في القران الكريم يعني ان ربنا خلي ناس تخلف وناس ما تخلفش يعني. انا اختي اتجوزت واكتشفت ان جوزها ما بيخلفش، قعدت معاه 5 سنين وبعدين حلوا المشكله ودلوقتي عندهم طفل. يعني الموضوع ده ربنا يسعدهم يا رب بيه ويبارك لهم فيه. احنا بنقول يا ام فارس يعني الفرق بين العقم الذي لا يولد لمثله مطلقا.
انا فاهمه دكتوره ملكه، بس دي مشكله عادت محلوله في الزمن ده، يعني كان زمان مشكله صعبه حلها، لكن الزمن ده دلوقتي دي ما عادتش مشكله يا بنتي. هنفضل لغايه يوم القيامه في ناس تخلف في ناس ما تخلفش طبعا، وما حصل تقدم حتى الاطباء وانت راح تعمل عندهم حق ان مجاني يقول لك ان شاء الله، وفي ناس بتعمله 30 محاوله وبيفشلوا، في ناس بيعملوا محاوله واحده بينجحوا. يا استاذ احمد انا اختي عملتها 3 مرات ونجحت في الثالثه. ربنا يا رب يساعدها ويبارك لها في ابنها. بشكرك يا ام فارس. ام محمد اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي. ام محمد اتفضلي. ام محمد اتفضلي، اهلا بيك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه ام محمد سامعينك، اخبار محمد معاك ايه؟ بيسمع الكلام؟ ايوه. ايوه يا ام محمد سامعانا. لو سمحت انا بس عايز اسال الدكتوره مالك على حاجه. اتفضلي. اتفضلي وطي صوت التلفزيون واسترسلي في الكلام، ما تعطليش نفسك. ايوه انا بنتي كان عندها 26 سنة. ايوه. بعد ما ربيتها وخليتها دكتورة محترمة صيدلانية، راحت سابتنا وهربت من البيت وراحت اتجوزت واحد يعني مش هقدر اقول لحضرتك اوصافه، مش هقدر اقول لحضرتك اوصافه. وبعد كده يعني هقول لحضرتك ايه، بتقابل اخواتها في الشارع ما بتكلمهمش، وبعتالي عايزالي حاجتها اللي عندي. هو حضرتك عندك كام ولد وبنت؟ لا حضرتك انا عندي بنت واحده وعندي ولدين، دي وحيده. يعني انت كنت بتربيها تربيه زي ما بتربي ولادك؟ الحمد لله. يعني تربيه، يعني انت اتفاجئتي بتصرفها محترمه جدا جدا. أيوة. جدا. ام محمد انت اتفاجئتي برد فعلها ده، ولا هي طول عمرها متنمره وطول عمرها مش مظبوطه؟ لا هي طول عمرها مش عاجبها، يعني مش عاجبها اي حاجه. هي جوزت خلاص؟ جت في الثانويه العامه ما جابتش مجموعه، ربنا قدرنا ودخلناها جامعه خاصه. دكتوره. كليه الصيدله. صيدله جامعه خاصه. معامله. تمام. هي دلوقتي اتجوزت واحد دون مستوى من وجهه نظرك. جدا. طيب بقى لها كام سنه متجوزه؟ بقى لها 3 اشهر. 3 شهور ما زرتوهاش واتجوزته غصب عنكم؟ لا طبعا. ولا وافقت والي ولا عمها حضر ولا هي حاجة. اللي راحت اتجوزت نفسها. هي طيب. اللي راحت ما هي اللي قعدت قدامه ووالدته زوجتك نفسي واتجوزوا. زوجتك عند مأذون؟ عند مأذون. والبيانات اللي مكتوبه في اسئله الجواز اصلا معظمها غلط. محل الإقامة بتاعتها هي أصلا مكتوبة في غلط، مش هو ده محل الإقامة بتاعتها أصلا. هو بيشتغل إيه؟ هو كان بيضحك عليها وبيقول لها إن هو قبطان، لكن هو كل اللي هو واخده ثانوية عامة. أمال بيصرفوا على نفسهم منين؟ إيه؟ بيصرفوا على نفسهم منين؟ نعم؟ هي بتشتغل. كدكتورة بتشتغل في الشرعية؟ دكتورة صيدلانية بتشتغل بتشتغل في الحكومة وبتشتغل في القطاع الخاص، بتاخد حوالي 8000 جنيه. ما شاء الله، يعني لسه متخرجه بتاخد 8000 جنيه ومن الحكومه وقطاع 8000 جنيه عشان بس اللي بيقولوا الشباب ما بيشتغلش. لا بتشتغل، بتاخد في شركه قطاع خاص 5000 شويه وبتاخد من الحكومه 1800 جنيه. تمام دكتوره. هي دي حضرتك ما كانتش بتكفيها وهي لوحدها عندي في البيت، كنت انا بديها فوقها. ال 8000 ما كانوش بيكفوها لما كانت عندها في البيت، هي طالبه حاجتها يا دكتوره مالك تديها لها؟ لا. لا لا خالص ولا اي حاجه. ليس لها اي طب. ما وبعدين يا دكتوره ملك انا عايزه اقول لحضرتك كلمه واحده بس، ده بعتالي رساله بتقول لي ان انت مش امي وانا طول عمري عايشه من غير ام واب. يا ريت تحتفظ بالرساله، ما تقطعيهاش. ما تقطعيهاش وسيبيها لو كانت على الواتساب. طب ام محمد خليكي معانا بس هقول لك حاجه، هقول لك حاجه. ادعي ربنا يلطف بيها في رده عليها. الرد هيبقى صعب قوي قوي. ف انا ببقى انا تعبانه يا دكتوره ملك من غير ما يلطف بيها في رده عليها. الرد هيبقى قاسي قاسي قاسي. ومنين؟ من اللي هي اختارته. تقولي لها ايه يا ام محمد لو هي بتتفرج عليكي دلوقتي؟ تقولي لها ايه؟ الله يكرمك، قلت عملتي ارجوكي ارجوكي ام محمد. ام محمد ام محمد ارجوكي ما تدعيش عليها، لان انا بقول لك ربنا يلطف بيها في رده عليها. الرد هيبقى مش قادرة يا دكتورة مالك، لأن هي كانت بتقول لي في وشي ربنا يحتك. بتقول لك إيه؟ كانت بتقول لي في وشي ربنا يحتك لما كانت تتخانق معايا. أنت ما فكرتيش يعني ما فكرتيش ليه تقعديها على دكتور نفساني؟ دي مش طبيعية. ما رضيتش. لأن أنتوا الشرقية يعني في برضه أخلاق ورياف.
طب خليكي معايا سؤال اخير. دكتور ملك، في بعض الاحيان بيقولوا شرعا من حق ولي الامر الحقيقي انه يطعن في هذا العقد من منطلق ان هو دون المستوى، من منطلق الكفاءه. ايوه ممكن. في الفتره ايه؟ في الفتره 3 شهور. ايه تقولي 3 شهور؟ خليكي معانا يا ام محمد، يمكن نرفع لك قضيه. هي هتروح البنت، هتروح وكبالها غلط. ما هو ده اللخبطه، حته بين القانون ان المرأة البنت ما تبلغ 21 سنه او ما اعرفش كده تبقى مسؤوله عن تصرفاتها، ومنها عقد، لانهم بينظروا على الزواج على انه عقد. هو مش عقد. هو مش عقد، هو ميثاق مع الله لابد ان تتوافر فيه، لكن تقولي مين؟ لا يعتد به. بس ناخد ام جودي بعدين نرجع نرد على الكل عشان التليفون. انا على التليفون في حلقه النهارده ام جودي، وعندي ام محمد الشرقيه. ام جودي اتفضلي سريعا بس. اللي معانا مين؟ ام جودي، ام محمد، محمد، ابراهيم، ام جودي. كل التليفونات معلش للاسف شيء فاصل. اتفضلي بقى قولي. يعني الفضل اللي بين القانون وبين الشريعة هي الولي، واخد بالك؟ يعني على الأقل، على أقل المآزي المفروض انك انت تبين لها وتبين له ان ده غير شرعي، وان اللي هيكتبوه رغم ان هو معترف به قانونا لكن ليس له وجود شرعا من الناحية المثال. نعم، لا يوجد. حتى الامام ابو حنيفه اللي اجاز المراه اللي هي السيد ان تعقد نكاحها رجع في كلامه، ورجع وفي شرح فتح القدير في الجزء الثالث رجوع الامام وقال حتى لا تنسب الى الوحقاحه بحر. لكن احنا علشان ينبسطوا مننا بتوع الحكومه وينبسطوا مننا بتوع القوانين بنحاول. لا، باطل 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 باطل، من غير رفع قضيه، من غير الامر ما يرفع قضيه هو عقد باطل. يعني العلاقه بينهم دلوقتي بزنا. الاتجاه دلوقتي لما يطلع الاب يقول ان هي هتيجي تقول انا راضيه بان هو ما يكونش بيشتغل. طب هي الكفاءه هنا بقى يا دكتوره، المستوى الاجتماعي، يعني هي بتقول لي دون المستوى مع الثانويه عامه وهي دكتوره. بالظبط، نظر الام. الشرع هنا بيقول ايه بقى؟ يهمني الشرع. الكفاءه، النسب والعيله، ولا المستوى التعليمي، ولا السن، ولا المستوى المادي؟ والخلق، ولا مستوى يكون كف، يعني سواء بين النسب، سواء كذا، سواء في العمل، سواء في العمل. يعني مستواي ايه؟ انت عارف اليهود لا يمكن ياخد زوجه يتزوج بامراه الا اذا كان هو احسن منها. نعم. لانه بيقتنيها، اسمها القنوان. نعم. يعني حتى الشرائع السابقه بتبين، واحنا شريعتنا احكمت كل الشرائع، ولا يجوز اطلاقا ان يختل الكفاءه سواء من ناحيه ثقافيه او من ناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه. كل ده يترتب عليه خراب البيوت والطلاق ويزعل مننا الرئيس. لا لا ده بالعكس، ده هو دايما بينشدنا ان احنا نحل مشكلات الطلاق عشان نحد منها. بالذات لسه عندي 14 مليون لم يتزوج حتى الان، فعلى الاقل كلامنا ممكن يفيدهم في الاختيار وعدم حدوث طلاق مره اخرى. بشكرك جدا، بشكر رفاقيه العصر واستاذه الشريعه الاسلاميه واستاذه الاحوال الشخصيه الدكتوره ملكه يوسف زواج. نورتينا يا دكتوره ملكه، وانا اكيد مستمرين في الاسابيع القادمه في طرح هذه القضيه، وما زلنا مستمرين ان احنا نتكلم عن حقوق الابناء، وهنخصص بعض حلقات عن حقوق الاباء كمان. بكره ان شاء الله حلقه نهايه الاسبوع بنتكلم فيها عن مشروع القانون الذي قدم بخصوص معاقبه الاب او الام في الحبس اذا قاموا بضرب ابنائهم ضرب مبرح. الدكتوره ملك يوسف زرار ضد هذا مشروع القانون. بكره ان شاء الله على الهواء حلقه نهايه الاسبوع في الرابعه ظهرا. انتظرونا المحامي احمد مهران والدكتور ميسون الفيوم، ومناقشه مهمه جدا، ما هياش مناظره، ده مناقشه اجتماعيه حول هذه القضيه. لو ضربت ابنك تتحبس ولا لا؟ تحيات أمن زازوق مروة محمود وتحياتي أحمد عبدون. بكرة في الرابعة وحلقة جديدة من برنامجكم عما يتساءلون مع أحمد عبدون.